حُصرت البروفيسور والباحثة في أمراض السرطان باولا موتشي خلال فترة الإغلاق في جزيرة جيجليو في إيطاليا، وكانت فرصة لها لدراسة سبب عدم إصابة سكان هذه الجزيرة بفيروس كورونا، رغم أنهم على اتصال وثيق مع الذين يعانون من كوفيد-19. فرضيات كثيرة بشأن الأسباب تحققت منها باولا موتشي قبل نشرها الدراسة. في هذا الوقت بالذات وسط مخاوف كورونا، ربما تظنها قصة خيالية أن تعلق في جزيرة في إيطاليا دون أن يصاب سكانها، لكن هذا ما حصل بالفعل مع البروفيسورة باولا موتشي على جزيرة جيليو في إيطاليا. كنت هنا، ثم جاءني الطبيب أرمان شيافينو وقال لي: مهلا، هذا أمر لا يصدق، مع هذا الوباء ومع كل الحالات التي وصلت إلى الجزيرة لم يصل إلينا المرض. فقلت لنفسي: صحيح، هنا يمكننا إجراء دراسة، وتحولت من دراسة السرطان إلى دراسة الكوفيد-19. كان الغريب والمفرح في آن ألا تنال كورونا من سكان الجزيرة المحليين رغم احتكاكهم بزائرين مصابين. في البداية كان لدينا مخاوف من الفيروسات المستوردة، لأنني كنت على دراية تامة بما سيحصل. ففي كل مرة ينتشر فيها مرض فيروسي شائع، تصل الحصبة وجدري الماء إلى الجزيرة، خاصة خلال موسم الصيف عندما نستقبل سياحا وأطفالا، وفي أيام قليلة يصاب الجميع لأن الجزيرة صغيرة جدا. بعض الأطباء يرفضون التصديق ويفضلون الأجوبة بناء على الماضي. لا أتوقع أن السكان لم يصابوا بكورونا لسبب خاص، فقد كان الأمر كذلك مع مرض السارس، فالوضع اللوجستي للجزيرة يجعل من الصعب الوصول إليها، ما حماها من الكوفيد. السكان لديهم رأي آخر. زارنا في الجزيرة أشخاص عديدون مصابون بالفيروس، هم 5 أشخاص على الأقل، ولكن لم يصب أحد. وبالمناسبة كان الرجل الذي يأتي إلى هنا لتناول الإفطار لمدة 15 يوما مريضا ولم يصب أي منا بالفيروس. قد تكون فيروسات كورونا التي وفدت إلى الجزيرة قليلة، أو أنها غير كافية لنشر المرض، أو لم تستطع الانتشار، أو أن سكان الجزيرة يملكون مناعة خاصة. لم تصل موتي إلى أي استنتاجات نهائية، وما زالت تخطط كيف تعد دراستها للنشر. لقد أجريت العديد من الدراسات المختلفة في حياتي، ولكن هذه كانت أول دراسة أجريها على السكان الذين أنتمي إليهم. كان هناك دائما جو عائلي، شعر الناس بالحاجة إلى العاطفة والحب. كان مشروعا علميا، ومن ناحية أخرى تشاركنا المشاعر الإيجابية والإحساس بالمجتمع. ربما سكان الجزيرة لم يتعرضوا لما يكفي من الفيروسات للإصابة بكورونا، وربما ومع كل الفرضيات نبقى بانتظار نتائج الدراسة.